نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، رئيس الحفل المبتل وأساتذة الكرام والزملاء والزميلات، فإنني أريد أن ألقي أمامكم خطبة وجيزة حول الموضوع المحدد اللغة العربية وأهميتها. أيها السادة الأفاضل، أما اللغة العربية ففيها صورة العرب كاملة، فقد اهتم بها العرب نثرا وشعرا حتى صار عنهم هذا المثل: الشعر ديوان العرب، واللغة العربية لغة حية راقية خالدة، وهي لغة الإبداع العربي قبل الإسلام ولغة الإعجاز الإلهي بعده، وهي قديمة قدم التاريخ. قد وعد الله سبحانه وتعالى بحفظ هذه اللغة، وقال تعالى في كلامه البليغ: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذه اللغة منذ وصول الإسلام الأولى انتشرت في معظم أرجاء الأرض وارتبطت بحياة المسلمين، لأن هذه اللغة لغة القرآن والحديث. أي الإخوان، لقد استطاعت اللغة العربية أن تستوعب الحضارات المختلفة: العربية والفارسية واليونانية والهندية المعاصرة لها في ذلك الوقت، وذلك لأول مرة في التاريخ. ففي ظل القرآن الكريم أصبحت اللغة العربية لغة عالمية واللغة الأمم لبلاد كثيرة. أي الإخوة، إن أهمية اللغة العربية تنبع من نواحي عدة، أهمها ارتباطها الوثيق بالدين الإسلامي والقرآن الكريم، فقد اصطفى الله هذه اللغة من بين لغات العالم لتكون لغة كتابه العظيم ولتنزل بها الرسالة الخاتمة: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وهذا المنطلق ندرك الصلة بين العربية والإسلام، كما نجد تلك العلاقة على لسان العديد من العلماء، ومنهم ابن تيمية حين قال: معلوم أن تعلم العربية وتعليم العربية فرض على الكفاية. لماذا يقول حافظ إبراهيم شاعر النيل: أنا البحر في أحشائه الدر كامل، فهل سأل الغباس عن صدفاتي؟ وأخيرا، ليس آخرا، أشكركم على حسن استماعكم وحضوركم بهذه المناسبة. أكتفي بهذه الكلمات، والسلام عليكم ورحمة الله.